فقط الوالدة دابا وجهني تأنيات أي طبيب نفساني ولا حاجة، حيت الحالة الصح النفسية ديالها مهمة. ترينا ما تحطي نمرة في الوعي عاود قول لي مجد صفر صفر 63 64 50 42 50 42 المغاربة تعاطفوا معاكم ووقفوا معاكم خلاكم في وقتكم الحمد لله. ما ديروا معاهم والله صح، كيف عندك كيف كيف عندك قابلت بصح شحال واحد مسوق في دارك انت ما تيقنش المغاربة اكثر الناس اللي برا كيقولوا لك صح صح المغاربة قبيلة زي بعض المغاربة جم شي حاجة غريبة مشاهدي قناة شوف كذا نحضر لكم مرة أخرى في هذه البث المباشر مدينة الطربطة في البيت الجديد ديال مجدة وإلياس اللي قطع عليه خو رجليه. الحمد لله المغاربة ناس الكرم والجود، وقفوا معاهم ماديا ومعنويا ما خلاهمش بوحدهم، يعني الناس كيصونيو عليهم كيبكيو معاهم كيسولوهم على الحالة ديالهم الحالة النفسية الحالة المادية كيقولوهم كيفاش بقيتو واش عندكم واش ما عندكمش شنو محتاجين شنو خصكم. الحمد لله المغاربة وقفوا مع مجدة وإلياس وكراو لهم واحد الدار لمدة ديال 4 شهور. نخليكم مع مجدة الزوجة ديال إلياس اللي قطع عليه تعاودينا ونحب كيفاش احتاجوا لهم. مجدة السلام عليكم. السلام خويا حمزة. السلام عليكم مشاهدين شوف تي في، معكم مجدة مرت إلياس اللي قطع عليه خوه رجليه وبنيه. واخا مجدة بنا كنتو بداك البيت صغار بزاف ورجل ديال إلياس وأميرة الفلاس بزاف، وعاود زادو قطعوا ليها من رجلها كيف ما كيعرفوا الناس زادو قطعوا ليها من رجلها بسبب التعفن. ودابا الحمد لله كان واحد الناس الحمد لله اللي كراو لينا هاد الدويره الحمد لله مهنين من واحد ناحية من واحد الجهة مهنين من ناحية النقا والدنيا زعما كاين فين تجلس وكاين فين المهم شحال من حاجة زادت حسن بيت جوج الناس والصهد والزنق ودابا هاد الحرارة ورجليهم مقطعين عرفتي راه كانوا كان بنتي مشات فيها حاجة على صغيرة ما وراجلي كان هو غادي تابع كانت واحد الرجيلة تاهي بدات صافي تعفنت لها رجلها بزاف وصافي ما لقاو باش يحدو داكشي غادي طالع حدو زادو قطعوا ليها زادو قطعوا ليها كانت رجلتها هكا زادو حيدوا لها الركبة دابا هكا قطعوا لها فوق الركبة غدا بها على اساس هذا السيد كان خلص ليا لاكلينيك حتى قالوا للسيد وقالوا للناس اللي كانوا معايا وانا وراجلي ما قالوا لينا والو مشينا للطبيب ديال المخزن مشينا باش نسوانيو ليهم عادي جا واحد الطبيب ديال العظم ما قدرش قال لي ما نقيسهاش هادي ما خصهاش تزيد قد ما كتزيد ساعه قد ما كيطلع التعفن وكيتزاد صافي ملي شاف بحال هكاك صيفطنا عند واحد السيد اخر
شافنا واحد الطبيب حتى هو ديال الكبار ديال العظام ديال الكبار، صيفطونا لاكلينيك ديال الدراري الصغار، خلصوا لنا واحد السيد والله يرحم ليه الوالدين. ومشى مني الطبيب شافه ما قدرش، قال لك ما يمكنش ما عندوش كيفاش غيدير، لما زاد يزيد يقطع بحال يحد داك الشيء يحدو بتقطع، صعيبه بزاف عرفتي شنو. يخرجوا عاوتاني يقولوا لك غتعاود نفس المعاناه من الاول، غتعاود المعاناه من الاول، غيعاودوا يقطعوا لها من رجلها، غيعاودوا وكيعطوك ورقه كيقول لك هاكي قطعي، قال لك السنين شوف باها بانهم زادوا يقطعوا لها من رجلها. صافي صعيب حيت دابا تفكرت بورست غتعاود داك الشيء من الاول. يلا بدينا كنديروا واحد شويه كيخرجوا لك ورق يقول لك زعما السيني ليها ولا غيبقى يتزاد لك التعفن كل ساعه، وكيقول لي انت هاد الوقيته اللي كتبكي فيها ودابا كتغوتي وكتضيعي في الوقت راه كتزيد داك التعفن كيطلع، يعني تحطي شي في واحد الامر صافي. وهي مسكينه يلاه 15 يوم باش دايره العمليه، بقيت كنقول واش الدخوله تعاود تخرج ليا، ما تخرجش تخرج ما تقدش البنج والسيرومات والدوايات. وهي مسكينه بقات عندها صحيحه صافي، ما عمري وبنتي من داك النوع اللي ما مراتش كي كنقولوا ما كاش مراد مسكينه ما دوزاتش عليا زعما، كانت مسكينه عادي كاش مرض كدري صغار جي مش عمرها نعست في السبيطار ولا جا داك الشيء، هي جاها غريب وانا جاني كثار منا. ومني دزنا المرحله الاولى ودزناها قالك زيدي عاوتاني المرحله الثانيه وثاني قطع بزاف. راجلي كيقول لي كنا دخلوني زادوا قطعوا لي هادشي كامل اللي باقي في رجلي وما يزيد، صافي ما قدرناش نصبروا عرفتي زانا عاوتاني بزاف، بقى كيبكي بواحد الطريقه حيت في الاول ما كانش شاف راه كان كثر منا، ولكن دابا مني كيشوف ولا كيقول لي بازلك ملي كنا داخلين حنا بجوجنا وشنو. صافي راه مشينا نتسطاو عشان مسكينه دخلت ساعتين عاوتاني في العمليه وعاوتاني والله الا داري لها مسكينه دابا غير واحد الحديده في رجلتها باش شاد مفيكسلاش، بقى شهر دابا يلاه تقريبا دابا شي 10 ايام باش دارت العمليه. الحمد لله الحمد لله تحسنت الحاله ديالها، كانت في الاول غير كتزيد غير كتعفن، الحمد لله تحسنت الحاله ديالها ولات مزيانه تبارك الله على داك الدكتور اللي دار لها العمليه الثانيه. بزاف كنا مشات قال لي غتمشي ضر رجعتي لنفس البلاصه فين كنتو ونفس الصهد ونفس هذاك الشيء غادي 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 قال شاني ترجع، قال لي تبقى عشان يطلع داك الشيء عشان تقدر توصلوا لنفس توصلوا لنفس الحال. بزاف كنصطه والله راسي وقف ما بقيتش صافي. النوبه الاولى طلعنا غير عند واحد السيده الله يجازيها بخير بحال اختي من العائله، ما ساكناش في دارها ساكنه مع دارهم الزوج ديالها على برا. صافي مسكينه عطاتنا ديك الدار ديالها في مديونه وجلسنا فيها حتى بحال ارتاحينا نفسانيا، وبنتي قالوا لي 15 يوم خاصها ما يشوفش بنادم نفس الريحه ما تقصد بنادم ما يجيش حداها ما استيش عليها وهي ما باغاش، وجا داك الشيء غريب وقالت علاش انا نجلس بوحدي وعلاش انا ما نخرجش حتى انا نجلس حداكم وعلاش، وتعايشت عاوتاني مع داك الوضع ثاني من الاول، وهي جا داك الشيء جديد عليا تدي عليها هي مولفاني نبقى جالسه حداها، وانا كنعطيها تاكل تشرب نوكلها انا ما كنبغيش نبقى جالسه حداها، وهي جا داك الشيء غريب مسكينه وكتقول لي علاش تسدي عليا حلي عليا ما رضيت. بزاف بزاف اخويا لا 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 ما مدياش ما ما كرهتش والله ما كرهتش شي، انا اللي كنهضر معاك دابا كنقسمك في بلاصه انا خاصني في بنتي، ولكن الا جاوا قالوا لي زعما شكون فينا بنتي حتى هي صغيره بزاف وجاهدت ما كرهتش والله ما كرهتش طبيب نفساني ولا شي طبيبه نفسانيه تتدخل في هذه الحاله حيت مرات بزاف من الداخل، ربي اللي عالم بينا قسما بالله ربي اللي عالم بينا. غير كنتلفوا مع الناس والناس ما حيوش التليفونات كنهضروا اللي كيهضر معك غير بالهضره الله يشافيهم وهادي وهادي كيصبرك يقول لك كوني قويه وصبري وتشجعي وهادي وهادو هما المغربيات وهادي هادي كيصبرك الناس وما خلاونيش بوحدي قسما بالله ما عمري كان كيسحب ليا زعما غادي النوبه الاولى كنت كنقول صافي ما عمري غنزيد قدام وما عمري صافي وقفت الحياه، ولكن دابا وليت كنشوف الحياه من جهه اخرى وليت كنقول وقيله غادي يديروا رجيلات وغادي غنزيدوا ربي بغانا نعيشوا بحال هكا، يعني ما يمكنش لك غادي تديري مع الله سبحانه وتعالى. صح
الله يرحم ليه الوالدين. واخا قال لينا زعما كنت بقاو فيها واحد المده شي 4 شهور ولا 3 شهور ولا 5 شهور تديروا شنو دير، ولكن حتى دابا بقي ما كنتفكر انني دابا والله الا كنفكر مني غتوصل لديك 4 شهور غادي يسالي لي الفلوس اللي عطاني ديال الكرا، شنو ندير؟ شنو ندير من وراها؟ شنو ندير باش نرجع للبيت؟ الياس ما خدامش. ما خدامش، شنو يدير الياس؟ الياس راك شتيه. ما ميمكنش. ما عنديش. كتبتي رجليهم. لا ميمكنش، ميمكنش. بنتي راه بنتي بلا برجليها وما كانتش كتبغيني نبعد عليها، كنت خدامه في الصالون كتكون معايا. دابا ما عندي ما ندير. صافي بحال تقطعوا لي الجناوح كي كيقول. وهو ما عنده ما غايدير، شنو يدير؟ الناس جابوا لي كريريسة ليك، الروسة لبنتي. جابوا لنا داك حشاك طواليط ديال فين يدخلوا الطواليط، ساعدونا بسميتو، ولكن باقي لا رجلين كاينه الهضره كيقول لك انا عندي اليوم انا عندي، ولكن راه ملي كيسمعوا الثمن شويه قاصح غالي. الدوفيرا عندي بنتي 9,60,000 ريال غير وحده، وهو 12,60,000 ريال باش يدير الرجيلات. وبنتي كل 6 شهور بزاف. اللي كيبغي يساعد داك كتقولي ليه هاد الثمن كي انتي فين سمعتي هاد الثمن؟ اوف داك النهار صافي عاوتاني راه الدقات المتتاليه عياوني والله اللي ما حيتك ليهم قسما بالله. من نهار داروا من نهار طرات داك الكارثه ما بقيت لك الناس لا بالليل لا بالنهار، ما كناكل كنضل كل نهار عندي ما يدار مني كنفيق وانايا خارجه في الشموشات وانايا من هنا من هنا من هنا من هنا وكال ما الحمد لله محلول ليا شي بيبان دابا، حيت انا باش كناكل دابا انا باش كنشرب باش كنعيش مع الناس. هاد الضوء هنا ما كانش عباد الله ما يشعلش، ولكن شحال قد الناس يبقاو خاصني شي حاجه الدوام. دابا راه انت انا 4 اشهر انا واكله انا دابا واكله الشهر ما عندي والو. كتفكروا في ديروا شي مشروب؟ كنفكر ولكن ما دابا حاليا كنفكر في رجلين شي. انا اي فوا نشوفهم دايرين رجلين نقدر ديك الساعه نفكر في شي بروجي، نقدر نفكر. اما دابا حاليا اما دابا حاليا كنفكر غير في رجلي والله العظيم كنفكر غير في رجلي. السكن ها هو واخا مؤقت ولكن المهم مرتاحين من واحد الناحيه، واخا ما راك شي الدار ما فيها والو غير خاويه ما كاين والو، ما عندنا والو نهائيا والو والله والله العظيم قسما بالله العلي العظيم. وطالع عليا بنتي في هذا النهار يا تا هادشي اللي كاين دابا في الدار ديال المينطاج وهادشي باش كنتغطاو يلاه شريتو، حتى بغيت نجي لهاد الدار هادي يلاه سيدي يلاه شريتو بالفلوس اللي عاطيني الناس. شريت مينطاج باش نتغطاو مخدات وكيسان وهداك الشيء باش ناكلو باش نشربو باش يتزاد عليك جوج الناس ثلاثه ما يلقاوش باش يتغطاو، يجي عندك شي واحد ما يلقاش باش يتغطاو باش ينعس من غير يلاه لا غطى جوج الناس ولا يلاه شريت بونجات وداك الشيء باش تكافوا مع بعضياتنا حنا. شريتو حتى جيت هنا، اما ملي كنت في بيتي راه كانت عندي غير ناموسيه الثلاجه راه كانت مع دارهم. دابا ملي قسمت بوحدي والله الا الماكينه الصابون باش نصبر لهم حوايجهم كنصبر بايدي، والله الا كنخرج نقلب على فراكه ديال الايد كيشوفوا فيا وكيضحكوا والله الا كيضحكوا قسما بالله. فما كنسول شي واحد كنقول له فراكه كتبقى تشوف فيا ولا حاجه جاتهم مغربه تسول على فراكه ما بقاتش دابا صافي كلشي مواكل. انا كنسول كنخرج دابا نقول فك مشكله فراكه والله الا والله الا البارح المراه قالت لراجلها خاصنا نجيبوا فراكه زعما بحال الا عطيتها الفكره ناسين هذا الموضوع هذا ولا وانا ما حيتاش كي بيطادين وداك الشيء كيخصك ماكينه باش تحيد البقع من سميتو يدك والله واخا تبقى معاه ولا تبقى واخا اختي الناس دا اصلا شنو بغيت تقولي لهم غادي نقولكم واللي باغيين يوقفوا معاكم لكن شي مساعده اكثر وشي واحد كيهضر بالصح، حيتاش بزاف الناس كيتفلاو. هادشي راه ماشي ديال التفليه والله العظيم. اللي كيبغي اللي باغي يصوني عليا ويديرني بحال ختو ويدير داك الراجل وديك البنيته بحال وحدين من العائله ديالو مرحبا. اما شي واحد غادي يصوني عليك اللي يحط راسو بلاصتنا وتكون عنده دره الرحمه وباغي تعاون يعيط يتعاون، بغاني ندوز لي ابل فيديو باش يتاكد انني انا اي حاجه ماشي مشكل هذاك من حقه. هادشي كي بنادم كيحط ما كيبقى يسولك شي اسئله عاودي لينا كيفاش ومن هنا ومن هنا وما يتصوري منه والو في الاخر ملي كتسالي مع الهضره والو
والو ما يدير، ماشي مشكل كل اللي كيهضر معاك بنادم غير يفاجئ عليك ويقول لك الله يشافيهم وما كرهناش ليك اختي هذه، ماشي مشكل كي اللي كيتفلى كيبقى بزاف. الا جيت نعاود راه بزاف الناس كاينين البنادم مسطي الله يهديهم قسما بالله. وكتشوف هذا الشيء اللي فيه حنا راه ماشي ديال السطيه، يعني غتعيط ماديا معنويا مرحبا، الشيء اللي كيهضر معاك معنويا احسن من داك اللي كيصيفط لك الماديات قسما بالله. كاين اللي كيبكي معاك ويقول الدعاء بزاف، والله الا لا واقفين معايا بهذوك الدعوات ديال الناس. اه كل كي دائما كون كيديرك كل كي كديرك مرا كديرك بحال بنتها، راجل كيديرك بحال بنته، اخ دري كيديرك بحال اخته، بزاف الناس كي اه اه الله لا يطيح شي واحد في هذا الشيء اخويا. عمري انا كنت كنقول كنا كنقولوا زعما كاين ما كنقولوا ما عرفت ما نوصلوش من هنا لهنا، كنت كنقولها من هنا لهنا واش توصلي ولا ما توصليش. كنت كنقول بعدا مع راسي من هنا لقدام ما عرفناش شنو غيطرى، كنتي كتقوليها ولكن ملي كتوصلي ليها توقفتي عليها بزاف. كنا كنقولوا ما بقاش تنوي شي حاجه ما عرفتيش من هنا لغدا شنو غيطرى، كنتي كتقولها غير شفويا. هذا اللي طرات لي انا راه بزاف، حنا غاديين في الطريق حتى ولينا في مشاكل، غادي نبغي نخرجوا باغي نفوجوا باغي نضحك باغي نبدلوا الروتين، تتقلبات بواحد الطريقه بزاف. يعني ماشي تمشي واحد براني الدقه تجيك من دمك صعيب، ما توقعهاش كاع. الله يسمح لي في هذا النهار والله. شكرا لك العفو اخويا بارك الله. المشاهدين شوف تي في كيف ما تبعتوا معنا نجدة الزوجة ديال الياس اللي تقطعوا ليها رجليه اللي قطعهم ليه الاخ ديالو، كراو ليهم الناس هاد الدار هادي المدة ديال 4 شهور. الحمد لله حيدوا بعدا من داك البيت اللي كانوا عايشين فيه، فيه القصدير، فيه السخونيه، فيه واحد الكلبه حاشاكم، فيه السخونيه بزاف. يعني داك السخونيه فطرات على الرجل ديال اميره وديال الياس. اميره زاد قطعات الرجل ديالها فوق الركبه، يعني الله خرجات من السبيطار الحمد لله الحاله ديالها غاده وكتولي مزيانه. الياس حتى هو الحاله ديالو راكم سمعتوه قبيله، الحاله ديالو حتى هي تحسنات، يعني من بعد ما كانوا عايشين في داك القصير اللي كان كيسبب لهم في التعفونات في الرجلين اللي مقطع لهم. هما حاليا عايشين في الدار هذه اللي كرا لهم واحد المحسن جزاه الله الخير ديالو، كرا لهم مده ديال 4 شهور الحمد لله. كيف ما سمعتوا مجدة كتقول لك على انها اللي ما غترتاحش حتى غادي تشوف الياس واميره برجليهم، يعني حتى يديروا دوك الرجلين الصناعيين وتشوفهم كيوقفوا على رجليهم، حيت دابا هي رجليهم هي كلشي بالنسبه لالياس ومجد. يعني بغى يخرجوا هي اللي كتخرجهم، بغى يطلعوا هي اللي كتطلعهم، اي حاجه بغاوها مجد اللي كاينه، يعني مرا بألف رجل. نتمنوا لهم الخير ونتمنوا من الناس يوقفوا معاهم ويتساعدوا معاهم في سبيل الله. مازال محتاجين للرجلين الصناعيين، محتاجين بزاف ديال الحوايج، محتاجين شي بروجي شي مشروع اللي يقدروا يدخلوا به واحد الشهريه. الرقم ديالهم هو 0633 64 42. والناس اللي باغيين يتفلاو ارجوكم بلا ما تصونيو عليهم بلا ما تزيدوهم، يعني اللي فيهم يكفيهم. راه غير ديك الشوفه فاش تشوفي في بنتك مقطع عليها رجل وخاصك تعود المليون باش ديري ليها رجل، يعني راه صعيبه باش تشوفي في راجلك اللي كان واقف على رجليه تمبقاوش عنده رجلين ومحتاج لرجلين ب 12 مليون، يعني راه صعيبه ما يجمعها غير الفم. نتمنوا المغاربه يتعاونوا معاهم ويوقفوا معاهم في سبيل الله، يعني الواحد يدعى معاهم يعني غير بالدعاء، يعني واخا ما استطعتوش انا نقدم لهم مساعده ماديه يدعى معاهم يدعي معاهم يفتح لهم الله بيبان الخير. الرقم ديال مجدة هو 0633 64 42. شكرا لكم مشاهدينا، نتمنى نشوف تابع حسن المتابعة وإلى اللقاء.